أمثال هؤلاء. يا أخي طنش تعش، فن التغابي، التغابي فن، التغافل فن، كما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه: من لم يتغافل تنغصت عيشته. إي والله، من لم يتغافل تنغصت عيشته. لماذا تنغص عليك عيشتك؟ لما تطرح بالك لكل صغيرة وكبيرة، لما تدقق في كل أمر. يقول الإمام أحمد بن حنبل كلمة جميلة: تسع أعشار العافية في التغافل. نعم، تسع أعشار العافية في التغافل. اغفل يا رجل، اغفل يا أم، اسرح شوي، خلي الناس تمشي، خلي الأولاد يسولفون ويضحكون وينبسطون، حتى ولو تخاصم، ولا تحشر نفسك في كل صغيرة وكبيرة. بعض الناس سبحان الله دقيق التفكير في الماضي والحاضر والمستقبل، ومع الصغير ومع الابن ومع الزوج ومع الزوجة، ويشيل هم الدنيا على رأسه. ليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه المتغابي. ليس الغباء، لا، هو المتغابي الذي يرى ويمشي الأمور، يسمع الأولاد يتهاوشون ما كأنه سمعهم، لا يدخل في كل صغيرة وكبيرة.